أقام الفنان التشكيلي أحمد شيحة معرضه بدار الأوبرة المصرية بعنوان مصر أولاً، عبر فيه عن الثورة المصرية وما دار في مصر من أحداث. أعمال فيها نفس الزخم كمصريين، احنا عندنا كثافة، احنا مش بلد من جمهوريات الموز، احنا بلد لها تاريخ طويل، وهذا التاريخ بيتواجد معانا، بيتواجد معانا كان موجود في الميدان. السلوك الحضاري العظيم للعالم كله أشاد به، هذا زخم وكثافة وحواديت وناس ويعني بيتحرك وينفض تراب، وطبعا في الثورات بيبقى فيه لازم ضحايا، لازم فترة فوضى. طبعا فنان أحمد شيحة احنا لما نيجي نتكلم عنه ما نقدرش نقنن فترة معينة، لازم يبقى فيه خلفية بسيطة عن مشواره وعن هو بيفكر ازاي وعلاقة فنه بما يحدث الآن من واقع سياسي وواقع اجتماعي. فأنا هقول بس حاجة بسيطة، ان الفنان أحمد شيحة واحد من أهم فنانين المصريين اللي هم يعني مطبوعين في قلب الحركة الفنية التشكيلية منذ السبعينيات حتى الآن. الرسالة الحقيقية اللي هي بتقف وراء كل فنان هو الفكر، وهذا الفكر حينما يعني يتوقف الفنان، حينما يكون الفكر يتدفق، وخاصة حينما تدفقت مصر كلها في كل ميادين مصر في يوم 25 يناير حتى يوم 11 فبراير، كانت مصر مذهلة حقيقة، يعني كانت مصر على حقيقتها، بمعنى أنها لم تكن هناك طوائف في جموع المصريين، ولم يكن هناك قبائل أو عشائر، ولكنها كانت مصر الموحدة، مصر عربية إسلامية نعم، ولكن هذه جزء من هوية مصر. مصر عمرها آلاف السنين، وهذا يشرف كل من عاش على أرضها. تنوعت ألوان الفنان أحمد شيحة باختلاف الموضوعات، حيث قدم بكل إحساس ما دار في مصر في الآونة الأخيرة. أشرف عبد الوهاب، لنهارك سعيد.